ياسين، السلام عليكم جمهور كريم، معكم خوكم ياسين تشويكه اللي ديما كيعطيكم الجديد شي حاجه زوينه. حنا مباشره من اسطبلات السيد عبد الهادي خدير، الله يسهل يجيب لي التيسير، وتحيه للولد ديالو انيس وعبد الله والسيد يوسف وعبد الحي وعائله خدير كامله اللي كيحبوا هذا السيد. الله يعمرها دار، راه مشى دابا وخلى الطوموبيل قال لك هات التشويكه ولا القاسم في الشارع ليا. شاف الطوموبيل وقال لي هات الفيرما ديالك دير اللي عجبك. بحال ما كون جاوبني دابا قال لك التشويكه دير اللي عجبك. دخل تسارى مشاو خلونا بوحدي الفيرما، والله حتى بقيت بوحدي الفيرما. اللي عجبك دير انت راك مولوع بالخير. مرحبا معكم فهد الاصيل، تحيه لعبد الحي سير وعبد الله سير اش زيد فهد الاصيل. هذا هو زين تبارك الله. اجي اش اش تعال تعال الناس تعال سد الباب يوسف خويا ووريهم فهد الاصيل تبارك الله. شوف لي فهد الاصيل تبارك الله، اللهم بارك الماكله ديالو. كمل الماكله ديالو دابا كيعطيو الكلاس كيعطيو شبعان شبعان باش كيعجبوك. هابا العزيز على الجمهور المغربي فهد الاصيل، شوف هذا هو العود اللي صفق عليه الجمهور في جديده. اول عود غيصفقوا عليه الجمهور في الكونكور اللي كان في جديده 2018. انا حاضر له، ما قال لي حتى شي واحد، انا حاضر له. صفق عليه الجمهور العود تبارك الله، وزاد صفق عليه فاش في معرض الفرس. اول عود صفق عليه الجمهور كلهم كاع اللي كانوا كيتفرجوا تفرجوا فيه، كان نشطهم تبارك الله. عنده واحد المشيه واحد اللاعب ديالو كيدير والجمال والجمال تبارك الله. فهد الاصيل عاود بمعنى الكلمه. اجي وليدي اجي زيد زيد اجي اجي يوسف اجي يوسف الباب شوف ما ربنا يخرج الباب ولا شي حاجه. سير تالي انا نبقى حدودك. يلا سير سير ما عرفتي ملي قال لك عبد الهادي ويوسف وقال لك قط الفيرما ديالك والله ما كاينين معايا قسما بالله بوحدي في الفيرما بوحدي. فهد الاصيل تبارك الله اللي عزيز عليكم اخوتي، وانت تما عزاز عليكم خيلكم والله يحفظها لكم كاملين. مول الخيل الكسابه كلكم عزاز عليكم خيلكم، وانت تما راه عزيز عليكم فهد الاصيل، راه بدون مجامله بلا حتى شي حاجه. فهد الاصيل راه عزيز عليكم كاملين، عزيز عليكم فهد الاصيل. كاع الخير عزيز عليا انا صراحه، كلهم عزاز عليا ما نكذبوش على الله، والله يدير لي فيها الخير. ها هو فهد الاصيل ها هو معايا. تبارك الله اللهم بارك. كي جاك فهد الاصيل يوسف؟ مزيان اللهم بارك. خير يوصيك عليه. تبارك الله. الله فهد الاصيل الله يهديك، الله يهديك علينا فهد الاصيل. تبارك الله. تبارك الله. الجمهور داخل كيتفرج فينا اخويا. كيدعو مع فهد الاصيل. كاين. ومع بلال خدير. كاين متفرجين. هو كنشكروك السي عبد الله، عبد الهادي، السي عبد الهادي الخادم كنشكروك. احسن الضيافه والاستقبال، الرجل الطيب راه مرض قلبه ابيض بحال الحليب، والله ما نكذب عليك قلبه حليب مسكين داك السيد، كيبغي جميع الناس وجميع الناس كيبغيو. الله يسهل عليه والله يكمل عليه بخير، هادشي اللي غنتمناو ليه ان شاء الله يا رب في المسيره ديالو. فهد الاصيل الله يحفظك ويدي فهد. غاتشوفوا معنا الخيول ديالو بلا تشوفوا معنا، اجي السي يوسف تفضل. هذا رجعوا لي، هذا رجعوا لي، هذا هو مع فهد الاصيل عاود. سير الدرب دير لي هاد العيب هادي كيحلها في سنانو ياك. كيفاش كنقول بلاتي نديرو لحنا ها 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 ها. تشوفوا معنا ولاد فهد الاصيل، ها ولد فهد الاصيل تعال شوفوا مجد. هذا هو مجد ولد فهد الاصيل. شوفوا معنا السيده ديال فهد الاصيل، هذا هو ومجد فهد الاصيل. زيد سد اوليدي سد سد. هذا هو فهد الاصيل ولد الوالد، هذا مجد تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير. يلا كنا مخرجينو كيعرق شويه وتمشى، راه عرقان دابا تبارك الله راه عرقان سيكي. الشبه ديالو والله الا الشبه ديالو تبارك الله فهد الاصيل. شوف تبارك الله على الجمال فيه كي داير تبارك الله. محيد لي المعيط معلم هذا كي ولد
حيدي ما بقاش هذا الاول حيدي ما رحت كنخرج عاد غير خصني نشوف في البلاصه اللي فات زين جوي هاش يا مجد هاش يا عم مجد هاش يا مجد هاش انا عقال عارف عقال عارف الدراب بحال بحال باباك عارفك وليدي عارفك عارفك هانتوما الاخوه اللي كيسولوا عليه هذا هو مجد فات الاصيل ورا الاصاله راك هنا مليافه ليا وتحيه لسي عبد الهادي معمر هذا خويا يوسف وخويا عبيده وانيس وعبد الحي ناس طيبين يا سلام مرضى عادين فيرما والله ما كاين معايا واحد قسما بالله ما كاين واحد بوحدي ما كاينينش هما اصلا والله ما كاينين بالله قلت شويه كندخل والفور الشيفور عارفين مولع بالخيل وعارفين شويه كعزاز عليه الخيل وكيحبوا الخيل سولوني سولني يوسف قال لي كيفاش عرفتي الفيرما وجيتي لوكاليزاسيون قلت لي الخيل انا شميت الريحه ديال الخيل جاي في الطريق وكنشم فيها فين كاينه غادي دور هوك دور هوك دور هوك سول هاد السيد عيط هاد السيد سول توصلت عند الخيل حيت ما بغيتش اللي كيعرف لو ما كانش لوكاليزاسيون كاين خيل كتحبني بغات نجي عندها وشي تعدى والله ما كذب سبحان الله العظيم اللهم لك الحمد الله يستر الامور غنوريكم واحد خوت تا هو دفع الاصيل هانتوما تشوفوا معايا ما يخرجش كاين معنا كيداعي معنا الله يجازيهم بخير. تاهما. هادشي اللي كنتمناه من الله. تعالوا تشوفوا معنا ود فهد الاصيل، واحد خر. زيد وليدي زيد، سير، سير. زيد هادشي، هذا ود فهد الاصيل. حاول تمشي تشعلكم طرجوها يوسف. لا لا كيبان مزيان. باش تبان الصورة واضحة. هاجي وليدي هاجي. هاجي ود فهد الاصيل هاجي. تعال. هذا ولد واد. تبارك الله، الله يصلحوا الموالي. الله يصلحه الله يدير الخير الله يدير الخير سلعه مليحه ما نعاودو كلام سلعه زينه كاينين موالين هاد السلعه تبارك الله كيبغوه البركي كيحبوه كيعشقوه حتى هو ان شاء الله غتشوفو في الفيديوهات في التصاور ان شاء الله باذن الله يا ربي تيسر في الامور يا ربي تسهل على مواليه وتفرحهم وتعطيهم ما تمناو في الحياه ديالهم ان شاء الله في الخير هذا عندهم الخير تبارك الله وعزيز عليهم الخير مولوعين بالخير تبارك الله صراحه انا عزاز عليا بحال ما كنشوف الناس اللي مولوعة بالخيل وكتحب الخيل بحال هكا هذا شرف ليا والله الحمد لله اللي في جهدي راه عطيتو الخيل اللي في جهدي عطيتو الخيل للخيل اللي في جهدي عطيتو الخيل حيت كتبغيني وكتبغيني معاها وكتحبني وكتقول لي ياسين سير كلشي ديالك وليدي ياسين كاين ولا ما كايناش ولد فهد الاصيل ولد فهد الاصيل كاين ولا لا الله 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 الله, الله, الله. الله على الجمال كي داير تبارك الله الله زين كيطلع لك الاخر ها كيطلع لك ولدو كيطلع لي اخوه هذا اه راه اخوه خوه مجد هذاك تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير الله يخمرهم الله يخمرهم يا ربي ناس مولوعة بالخيل تبارك الله شوفوا معنا هذا السمي ديالو خصني ليت هذا ليش هذا ليش سير سير ها ليش هذا عزيز العبد الحي هذا عزيز العبد الحي ها جوي زيد ها زيد زيد اش زيد اش معاني ما لقينا تبارك الله سير لي سير سير زيد 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 زاكي عاقل كيدوز قدام اللجنة كيدوز قدام كلشي ما يقرب لك ما يأديك ما والو سيكي ما يقرب لك ما يأديك ما والو هادي هي الخيل الزينة هادو هما الخيل حيت دابا مع الحال بارد ما كاين لا عمال لا والو لا عندو شي عون غيمسح ليه ودابا الحال بارد دابا صعيب شوية العمال شوية الخيل واخا كيقولك النصف السيارة ديال الخيل هو العمال ولكن دابا راه حال بارد الإنسان اللي عام في هاد الحال بارد راه يمرض هذا تقريبا راه كاينين هادي لعباد الله مرض ولكن لا عمتي في هذا الحال بارد راه غتمرض
وكذلك تمر بحال انسان تما لا عام وفي الحال برد راه مرض بحال موكل شي فوني يمسحوا ليه ويخرجوا ويدور ويتسالى هذا سوا اسميه تبارك الله نيت هذا زين تبارك الله جمال كل شيء كيدخل في الكونكور بالاداب والصواب الله يحجبوا الموالي الله يحجبوا ترابي قال خي ديال الكونكور كيكون فيه الترابي كتكون كتسمعك وكتصنط لك ومتخاف منك موال كتلعب معاك بطريقه فنيه سير الله يحفظك الله يحفظك الموالي الله يدير الخير اي انا فرحان ومع شد لي على هات قوم طب علم زيد اخويا شوفوا هذا ثلاثة تبارك الله اوه راه كيخافوا موال تخيل دابا سبحان الله ملي كتكون كتشارك بها في الكونكور وكيكونوا موالك مؤدبين حتى الخيل حتى هي كتكون عندك مؤدبة ملي كيكون الانسان مؤدب وفي الحياة حتى الخيل ديالو كتكون فيها الحياة كذلك هاد الناس هادو تبارك الله مصوابين ومؤدبين وشوف خيرا تبارك الله كتدخل واخا ما عمرك دخلت عندو عاود لبكتيش ما كانش يعرفك يخاف منك يخاف منك ويقصدك ولكن دابا شوف سبحان الله العظيم شاف ما زكا اول دخله ليا عنده الله يحفظه هو مرتاح والكود ديال الخيل هو الكود ديال الخيل بغيتي نعاود يزكا راه حط ليه هنا غيزكا سيدي الله يحجبك سير السي يوسف سير الله يحفظك عندهم السلعه برودوي عندهم زوين عندهم هذاك الشيء واعر اخويا يوسف بقى شي حاجه انا خليك يوسف حدا فهم الاسير شوف شنو كاين تما حيت ما كاينينش معنا هو ما عارفينش شنو كاين دابا هنا حنا كندورو بوحدنا هاو فهد الاسير نجحي نمشي عند فهد الاسير غنوري فهد الاسير ونوري من عوداش ريحه زوينه شوف يا الله الله يحفظهم زيد العالم الله واش ولد فهد الاصيل ولا العالم الله مسيكين شوف وما قصدتنا ما ولا باقي صغير ما والله ما تقصدك بالله حيت منو تقرب عنده وتدخل عندنا حيت يلاه ولدك يكون عزيز على ولده باش يقرب له ولا يشوف له ولده يا واش كتدرك عليه شو مسكين شوف كتجيب شد على الوالد اخويا شو كتخليك شو المدرقه سبحان الله شو الام شو الام كتحس كتحس بتخليك زعما انت راه غنشيل عليه فاش غدير ليا هاد شوف ما تخلينيش نمشي لعند ولدي تبارك الله اللهم بارك زين الله يصلح الله يصلح هذا هو الاجواء يا سي راه كيعطيكم فينا جديد كيعطيكم شي حاجه اللي كتقول انا راسي راس السوق شي حاجه راس السوق في الخيل كتلقى ياسين تشويكه فيها اللهم يسر هات مسيكين راه يرضع مسيكين من المهم شوف شوف يرضع ها هي جايه عندي ها هي حنينه مسيكين هادي هي كلشي الام هي كلشي اش قلت لكم قبيله في واحد اللايف اللي مسكينه مقابلاه وتوردوا توكلوا وتشربوا وتكبروا باش تعطي الموالي الخير يتبوردوا عليه هاد العوده هادي كتوردوا وتوكلوا وترضعوا وتكبروا باش تعطوا الموالي الخير يتبوردوا عليه باش كتبقى هي سميتها في التاريخ شنو مسكينه ملي سمعت هاد الكلمه هادي ها هو دابا وليدها شنو مسكينه اليام اليام الخير اليام زينه مع الخير الله يحفظهم الله يحفظهم مازال بقى على الله سير الله يحفظك سير الله يحجبك سير الله يحجبك ها الكشافه شوف الكشاف تبارك الله الله يصلح سير اخويا يوسف ديا عند فهد الاصيل كاين الناس يلاه دخلت باغا تفرج فهد الاصيل باغا يشوفوه عندو جمهور كيبغيو الناس صح ها
يحبوا في هذا العصير. في هذا العصير عاود هو راه اسطوره، راه كاين الخيل اسطوره بزاف، وكاين في هذا الخيل هو اسطوره. ماشي كننافقوا ولا كنجاملوا ولا شي حاجه، كنقولوا الواقع. شي حاجه كاينه في هذا العصير، اول عود في التاريخ كيصفق على الجمهور في الكونكور، دازوا خيل في الكونكور الجديده ولا في كيصفق على شي واحد يعني داز صافي. فهاد الاصيل ملي داز في الكونكور في جديده كلشي الناس دابا كلهم كيصفقوا عليه، الدخله ديالو بالحياه ديالو والاداء ديالو. تاهل المعرض الفرنسي، انا حاضر 2018، حاضر 2018 ثاني 2018 معرض الفرنسا، دخلت ثاني للحلبه، جاب الدوره بحال ما كان يضرب، ملي بدا يخرج من الجمهور كله اللي في التريبيل كله كيصفق عليها. ماشي كنقول لك واش حاجه انا كنبيعو نشري في هذا الشيء ولا لا، راه ابو هاني راه ما عنديش مع داك الشيء، ابو هاني انا تمشي بحالي. ها هو تبارك الله، انا نقول الواقع، حنا ما كنضربوش الشمس بالغربان. هي عاود حنا عارفين القصه ديالو، كل عاود عندنا القصه ديالو. بالنسبه لي انا كل عاود عندنا القصه ديالو. خذ ها جاوبي داش سير يوسف، خذ سير يوسف وريهم في هذا الارض. ها هو هذا تبارك الله، كي جاكم اخوان جمهور متعطشين وكيحبوا الخيل وكيعزلين الخيل، هو هذا. تعطاش فيه 200 مليون 250 مليون اللي تعطاش فيه. والبارح البارح سمعتها، البارح سمعتها وقالوا والله يتعطي 250 مليون، قسما بالله ربي شاد علينا 200 مليون حتى 250 مليون اللي تعطات فيها دابا. انا ما كنقولوش شي حاجه ولا كنجاملوا ولا كنلطلطوا شي واحد ولا هادي، عندي نيشان انايا راه عارفين لي انا نيشان، حبا من حب وكريها من كريه. هذا عاود تعطات فيه 250 مليون. كاينين خيول الله يعمر هذا خيول واعر كاينين، ولكن هذا راه تاهو تبارك الله راه عاود يوصل 250 مليون، راه ما استاهلاش. والله حتى السيدي عطاها البارح جبد معايا هذا الموضوع، قال لي والله حتى 250 مليون اللي تعطيت فيه 200 ولا 250. قال لي مولا، قال لي والله ما نبيعو مولا، قال لي والله ما نبيعو، ولكن عزيز على موالي، عزيز على مولا بزاف 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 بزاف. فهاد الاصيل يا فهاد الاصيل، ها فهاد الاصيل شوف شدي شي العود كامل. اه شدي شكرا. زوين تبارك الله، الله يسعدك زوين وبوكوس. راه يحل البيض غيقول بنا دابا كيدير لي بحال هكا وشويه غيحل البيض. فهمت شوف غيدير، شوف فهمت هو يحل البيض. خلي زيد زيد فهد، زيد فهد كلش زيد. ايوا اجا فهد اجا دور سير دور سير دور سير ولي سير 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 يوسف من هنا دابا شديني عندك يخرج؟ لا ما يخرجش، انا حاضي معاه، حاضي معاه تكي. اه سبحان الله، عاود تكي تبارك الله. هذا هو فهد الاصيل، ولاد عنده وليدات ديالو، عنده برودوي ديالو تاهو تبارك الله، الناس راه كتشد منه دابا الحمد لله. الله يسهل على مواليه، الله يسهل عليهم والله يخلي ليهم ويتربى بعزهم ان شاء الله، يتربى بعزهم ان شاء الله. الحمد لله وباغي عاد هو مش كيعاد. لا راه كيلعب، لا كيلعب هو كيعاد شو هذا. لا شوف راه كيلعب، مسكين شوف. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كاع ما تعطش شويه كاع حيت عارف كيضحي ضار من الطريق. حنا بالموطور دابا قول تاع الحقيقه يوسف. يوسف ودعمتي هذا من المحمديه، من المحمديه باش جايين موطور. شحال ضربنا ديال الطريق؟ شي 40 كيلومتر موطور على قبل فهد الاصيل، حيت عزيز علينا حتى هو خاصو يبان فهد الاصيل. بارك الله والله الا ميتين ضربنا تقريبا شي 40 كيلومتر ضاربين من المحمديه لهنا. شوف شحال عين الله اللي حنا نحسب لها موطور، ما عندنا لا طوموبيل لا والو. ما يطير وقادي الغارات، ما يطير 20 درهم ليسانس دورميا وقادي الغرض وبموطور خلينا حتى بلاصه بموطور. والله ما خلينا بلاصه على قبل الخير، عزيز علي الخير خصني خير خصني تبان تبان تسمي. الله 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 بعد عسير. وشكرا لكم الجمهور الكريم، وكيقول لكم ياسين راه اخوكم وعزيز عليكم وعزاز عليا كاملين موالي الخيل من طنجه ديال التلقويره، لا مقدميه لا ركابه لا كلشي، الجامعه الملكيه لا صوري كلشي راه عارفينني كلهم. راه فما كتلاقى مع شي واحد كيقول ياسين قلبو ابيض كيبغي كلشي، وما كينممش شي واحد في ظهرو ولا في شي حاجه كنقول شي حاجه اللي كاين. عزاز عليا كلشي وقلبي صافي وحليب، وكنبغي الخير لموالي الخيل كاملين ونبغيهم يوصلوا الاعلى الاعلى ان شاء الله.
راح يسبلوا المكانش هذا الشيء ديال لبس موحد والستروجا وبزاف بزاف هاي القضيه الطهرات ولا اللبس كان بان ولا بغي تماك كان كيضرب عنده يوسف تماك كان اللي كان كيدير تماك كيضرب عنده عامين كل سنين دابا بنادم كل بنادم في الموسم كل عام كيبدل تماك خاص ضروري تماك يكون نقي لبس نقي سترج نقي كان واحد الوقيته السترج كيضرب عند مولاه كل سنين كل سنين كيضرب عند مولاه السترج دابا بنادم ولا كيبدل كل عام سترج كل عام سترج كل عام سترج كل عام لبسه راه الحمد لله هادشي راه تطور وتزاد وحنا كنزيدو نعطيوه اللي في جهدنا كنعطيوه على قبل الخير كنعطيوه اللي في جهدنا والله يكبرنا في طاعة الله ويخلي لنا الوالدة الحنينة الوالدة لالة فاتحة الله يخليها ليا ويطول عمرها هي السبب ديال هادشي في الحب الخير الوالدة ديالي وانتم الجمهور الكريم الله يخليني لكم وخوكم ياسين وكنحبكم والله يجازيكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.